بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنه وصفه نعيمها واهلها حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت وحميد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات وحدثني زهير بن حرب حدثنا شبابه حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وقال سعيد أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هما أطلعكم الله عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر زخرا بل هما أطلعكم الله عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب حدثني ابو صخر ان ابا حازم حدثه قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنه حتى انتهى ثم قال صلى الله عليه وسلم في اخر حديثه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم اقترا هذه الايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون باب ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها مائه عام لا يقطعها حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد لا يقطعها حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا المخزومي حدثنا وهيب عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها مئه عام لا يقطعها قال ابو حازم فحدثت به النعمان بن ابي عياش الزرقي فقال حدثني ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مالك بن أنس حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا باب ترائي اهل الجنه اهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب عن أبي حازم بالإسنادين جميعا نحو حديث يعقوب حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد حدثنا معن حدثنا مالك حا وحدثني هارون بن سعيد الايلي واللفظ له حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني مالك بن انس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين باب في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي. يود احدهم لو راني باهله وماله باب في سوق الجنه وما ينالون فيها من النعيم والجمال حدثنا ابو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن علية اخبرنا ايوب عن محمد قال اما تفاخروا واما تذاكروا الرجال في الجنه اكثر ام النساء فقال ابو هريره اولم يقل ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر والتي تليها على اضواء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين، قال: اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر؟ فسألوا أبا هريرة فقال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة حا وحدثنا قتيبه بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبه قال حدثنا جرير عن عماره عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر والذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءه لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الالوه وازواجهم الحور العين اخلاقهم على خلق رجل واحد على صوره ابيهم ادم ستون ذراعا في السماء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمره تدخل الجنه من امتي على صوره القمر ليله البدر ثم الذين يلونهم على اشد نجم في السماء اضاءه ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم ستون ذراعا. قال ابن أبي شيبة على خلق رجل وقال أبو كريب على خلق رجل وقال ابن ابي شيبه على صوره ابيهم. باب في صفات الجنه واهلها وتسبيحهم فيها بكره وعشيا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمره تلج الجنه صورهم على صوره القمر ليله البدر لا يبسقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها انيتهم وامشاطهم من الذهب والفضه ومجامرهم من الالوه ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيًّا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال عثمان حدثنا: وقال اسحاق اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان اهل الجنة ياكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله كرشح المسك وحدثني الحسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي عاصم قال حسن حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد، كما تلهمون النفس. قال وفي حديث حجاج: طعامهم ذلك. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي: حدثني أبي، حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ويلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. باب في دوام نعيم اهل الجنه وقوله تعالى ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن ابي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري فحدثني أبو إسحاق ان الاغر حدثه عن ابي سعيد الخدري وابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا فذلك قوله عز وجل ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون باب في صفه خيام الجنه وما للمؤمنين فيها من الاهلين حدثنا سعيد بن منصور عن ابي قدامه وهو الحارث بن عبيد عن ابي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا ابو عبد الصمد حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوفه عرضها ستون ميلا في كل زاويه منها اهل ما يرون الاخرين يطوف عليهم المؤمن وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا همام عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسى بن قيس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمه دره طولها في السماء ستون ميلا في كل زاويه منها اهل للمؤمن لا يراهم الاخرون باب ما في الدنيا من انهار الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير، وعلي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنه باب يدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئده الطير حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم الليثي حدثنا ابراهيم يعني بن سعد حدثنا ابي عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئده الطير حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل ادم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر وهم نفر من الملائكه جلوس فاستمع ما يجيبونك فانها تحيتك وتحيه ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمه الله قال فزادوه ورحمه الله قال فكل من يدخل الجنه على صوره ادم وطوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الان باب في شده حر نار جهنم وبعد قعرها وما تاخذ من المعذبين حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا المغيره يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي الزناد غير انه قال كلهن مثل حرها حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا خلف بن خليفه حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع وجبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا قال قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الان حتى انتهى إلى قعرها وحدثناه محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بهذا الإسناد وقال هذا وقع في أسفلها فسمعتم وجبتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال قال قتاده سمعت ابا نظره يحدث عن سمره انه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان منهم من تاخذه النار الى كعبيه ومنهم من تاخذه الى حجزته ومنهم من تاخذه الى عنقه حدثني عمرو بن زراره اخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتاده قال سمعت ابا نضره يحدث عن سمره بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تاخذه النار الى كعبيه ومنهم من تاخذه النار الى ركبتيه ومنهم من تاخذه النار الى حجزته ومنهم من تاخذه النار الى ترقوته حدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا روح حدثنا سعيد بهذا الاسناد وجعل مكان حجزته حقويه باب النار يدخلها الجبارون والجنه يدخلها الضعفاء حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنه فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وربما قال أصيب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابه، حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج: عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت النار والجنه، فقالت النار: اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنه: فما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، فقال الله للجنه: انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، وقال للنار: انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي ولكل واحده منكم ملؤها فاما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها الى بعض حدثنا عبد الله بن عون الهلالي حدثنا ابو سفيان يعني محمد بن حميد عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنه والنار وقتص الحديث بمعنى حديث ابي الزناد حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أُثِرتُ بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة: انما انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي وقال للنار انما انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي ولكل واحده منكما ملؤها فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط 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 فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحتجت الجنة والنار، فذكر نحو حديث ابي هريره الى قوله ولكليكما علي ملؤها ولم يذكر ما بعده من الزياده حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتاده حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ابان بن يزيد العطار حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شيبان حدثنا محمد بن عبد الله الرزي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد فاخبرنا عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة". حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد يعني بن سلمه، أخبرنا ثابت قال: سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وتقارب في اللفظ قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح زاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنار واتفقا في باقي الحديث فيقال يا أهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: ويقال يا أهل النار: هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا اهل النار خلود فلا موت قال ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون واشار بيده الى الدنيا حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار قيل يا اهل الجنه ثم ذكر بمعنى حديث ابي معاويه غير انه قال فذلك قوله عز وجل ولم يقل ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ايضا وأشار بيده إلى الدنيا. حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح، حدثنا نافع أن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه حدثني هارون بن سعيد الايلي وحرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهب حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ان اباه حدثه عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صار اهل الجنه الى الجنه وصار اهل النار الى النار اتي بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم حدثني سريج بن يونس حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث حدثنا أبو كريب وأحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة يرفعه قال ما بين منكبي الكافر في النار مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرع ولم يذكر الوكيعي في النار حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه حدثني معبد بن خالد انه سمع حارثه بن وهب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باهل الجنه قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره ثم قال الا اخبركم باهل النار قالوا بلى قال كل عتل جواظ مستكبر وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: ألا أدلكم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواظ زنيم متكبر.) حدثني سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسرة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته في رواية أبي بكر جلد الأماح وفي روايه ابي قريب جلد العبد ولعله يضاجعها من اخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطه فقال الى ما يضحك احدكم مما يفعل حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ان البحيره التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها احد من الناس واما السائبه التي كانوا يسيبونها لالهتهم فلا يحمل عليها شيء وقال ابن المسيب قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من سيب السيوب حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. حدثنا ابن نمير، حدثنا زيد يعني ابن حباب، حدثنا أفلح بن سعيد، حدثنا عبد الله بن رافع مولى ام سلمه، قال: سمعت ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان طالت بك مده ان ترى قوما في ايديهم مثل اذناب البقر، يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. حدثنا عبيد الله بن سعيد وابو بكر بن نافع وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا أفلح بن سعيد حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي ومحمد بن بشر، حا، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا موسى بن أعين، حا. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، حا، وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا إسماعيل، حدثنا قيس، قال سمعت مستوردا أخا بني فهر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه هذه، واشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع. وفي حديثهم جميعا غير يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي حديث ابي اسامة عن المستورد بن شداد اخي بني فهر. وفي حديثه ايضا قال: واشار اسماعيل بالابهام. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن حاتم بن ابي صغيره حدثني ابن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشه الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حاتم بن ابي صغيره بهذا الاسناد ولم يذكر في حديثه غرلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إنكم ملاق الله مشاة حفاة عراة غرلا ولم يذكر زهير في حديثه يخطب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن المغيره بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظه فقال يا ايها الناس انكم تحشرون الى الله حفاه عراه غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثني زهير بن حرب، حدثنا أحمد بن إسحاق حا، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز. قال جميعا حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار. تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث امسوا باب في صفه يوم القيامه اعاننا الله على اهوالها حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى يعنون بن سعيد عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه وفي روايه ابن المثنى قال يقوم الناس لم يذكر يوم حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني بن عياض حا وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة كلاهما عن موسى بن عقبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس عن ابن عون حا وحدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى حدثنا معن حدثنا مالك حا، وحدثني أبو نصر التمار حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب حا، وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث عبيد الله عن نافع. غير أن في حديث موسى بن عقبة وصالح حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم يشك ثور أيهما قال. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر، حدثني سليم بن عامر، حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان واللفظ لأبي غسان وابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزه قال استخرجهم كما استخرجوك وغزهم نغزك وانفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسه مثله وقاتل بمن اطاعك من عصاك قال واهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال قال واهل النار خمسه الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون اهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك وذكر البخل او الكذب والشنظير الفحاش ولم يذكر أبو غسان في حديثه: "وأنفق فسننفق عليك". وحدثناه محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه: "كل مال نحلته عبدا حلال". حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام صاحب الدستوائي حدثنا قتاده عن مطرف عن عياض بن حمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وساق الحديث وقال في اخره قال يحيى قال شعبه عن قتاده قال سمعت مطرفا في هذا الحديث وحدثني أبو عمار حسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين عن مطر، حدثني قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار أخي بني مجاشع، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال: إن الله أمرني وساق الحديث بمثل حديث هشام عن قتاده وزاد فيه وان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد وقال في حديثه وهم فيكم تبعا لا يبغون اهلا ولا مالا فقلت فيكون ذلك يا ابا عبد الله قال نعم والله لقد ادركتهم في الجاهليه وان الرجل ليرعى على الحي ما به الا وليدتهم يطؤها باب عرض مقعد الميت من الجنه او النار عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فالجنه وان كان من اهل النار فالنار قال ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث اليه يوم القيامه حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابن عليا قال ابن ايوب حدثنا ابن عليا قال واخبرنا سعيد الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال ابو سعيد ولم اشهده من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغله له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبر سته او خمسه او اربعه قال كذا كان يقول الجريري فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة حا وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن يحيى القطان واللفظ لزهير، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، حدثني عون بن ابي جحيفة عن ابيه، عن البراء عن ابي ايوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده حدثنا أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتاده وذكر لنا انه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملا عليه خضرا الى يوم يبعثون وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتاده عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فذكر بمثل حديث شيبان عن قتاده. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن يعنون بن مهدي عن سفيان عن ابيه عن خيثمه عن البراء بن عازب يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره قال نزلت في عذاب القبر حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا بديل عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال ويقول اهل السماء روح طيبه جاءت من قبل الارض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد، وذكر من نتنها وذكر لعنة، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على انفه هكذا. حدثني اسحاق بن عمر بن سليط الهذلي، حدثني سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال انس: كنت مع عمر حا وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك قال كنا مع عمر بين مكه والمدينه فترى اين الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرايته وليس احد يزعم انه راه غيري قال فجعلت اقول لعمر اما تراه فجعل لا يراه قال يقول عمر ساراه وانا مستلق على فراشي ثم انشا يحدثنا عن اهل بدر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع اهل بدر بالامس يقول هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما اخطا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى اليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فاني قد وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيها قال ما انتم باسمع لما اقول منهم غير انهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم اتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا ابا جهل بن هشام يا اميه بن خلف يا عتبه بن ربيعه يا شيبه بن ربيعه اليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعوا وانى يجيبوا وقد جيفوا قال والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يقدرون ان يجيبوا ثم امر بهم فسحبوا فالقوا في قليب بدر حدثني يوسف بن حماد المعني حدثنا عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة، حا، وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: لما كان يوم بدر، وظهر عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، أمر ببضعة وعشرين رجلا، وفي حديث روح بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فألقوا في طوي من أطواء بدر، وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس. باب إثبات الحساب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابو بكر حدثنا ابن عليه عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامه عذب فقلت اليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال ليس ذاك الحساب انما ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه وحدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان حدثنا أبو يونس القشيري حدثنا ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس احد يحاسب الا هلك. قلت يا رسول الله اليس الله يقول حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض ولكن من نوقش الحساب هلك. وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثني يحيى وهو القطان عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نوقش الحساب هلك"، ثم ذكر بمثل حديث أبي يونس. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. حدثنا يحيى بن يحيى: "أخبرنا يحيى بن زكريا عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير حا وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو معاويه حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وحدثني أبو داود سليمان بن معبد حدثنا أبو النعمان عارم حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثه ايام يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وحدثنا قتيبه بن سعيد وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. حدثنا ابو بكر بن نافع، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش بهذا الاسناد مثله، وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل سمعت. وحدثني حرمله بن يحيى التجيبي. اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم